قوت الآن مشهد النيران اشتعلت هنا في طبعا مركب محمد الخامس، لأن جماهير الرجاء احتفلت وجماهير الرجاء الآن بهذا الهدف. بالتالي تعود الأمور للتعادل المثير 1-1. لدينا مباراة هذه الصورة، هذه الصورة، نعم هذا يحدث في ديربي كازابلانكا وليس في البومبانيرا وليس في أمريكا الجنوبية وليس في نهائي ليبرتادورس وليس في نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا يحدث في عشاق هنا في كرة القدم المغربية في الديربي الكبير في مدينة كازابلانكا. الآن الأمور عند التعادل بهدف لهدف، وبالتالي الأمور نعم تعود والنيران اشتعل والأفراح انطلقت، ولكن مباراة التعادل الإيجابي حتى الآن. طبعا الصورة لكل العشاق، طبعا حرية التعبير عما يجول في داخلهم في مكنونهم تجاه فريقهم في حبهم الكبير تجاه طبعا فريقهم الكبير. وبالتالي عندما تقدم الوداد كانت الفرحة في المدرجات، وعندما عادل هذه اللقطة التي تتابعها ويتابعها العالم في كل مكان في العالم، نعم هي فرحة مغربية هذا المساء في ديربي كازابلانكا، ديربي الدار البيضاء الذي كما ذكرت يعني يقسم المدينة بين أحمر وبين أخضر، ولكن حتى الآن الأمور عند ليلة هانئة، ليلة بلا ضجيج في مدينة كازابلانكا. انطلاقة تحضر الآن، وفريق الوداد إسماعيل الحداد في الكرة الماضية إبعاد ولا زالت خطيرة، ومحسن متولي هو